تعالوا بقى نروح لموضوع حلقتنا النهاردة في نهارك أبيض، وموضوع حلقتنا كان بيتكلم عن رسالة توجهها وتدعم بها فريقي رجال وسيدات الكرة الطايرة بنادي الزمالك من أجل التتويج بلقب بطولة أفريقيا للأندية. تعالوا ناخد آراء جمهورنا على السوشيال ميديا ونشوف البداية مع مين. البداية مع محمد الديري اللي بيصبح علينا، بشكرك جدا يا محمد. إن شاء الله يفوز نادي الزمالك ببطولة أفريقيا للكرة الطايرة رجال وسيدات ويكون موسم تاريخي. أفريقيا يا زمالك، بشكرك جدا يا محمد. السيد أفندي، صباح الخير على الجميع، كل الدعم لفريق الطايرة نساء ورجال، وإن شاء الله ترجعوا بالكاس مشرفينا في أفريقيا يا أبطال رغم كل الصعاب. بالتوفيق للجميع زملكاوي وأفتخر. بشكرك يا سيد. احمد عماد بيصبح علينا، صباح الخير يا احمد، شكرك جدا يا احمد. مباراتين مهمين جدا النهارده سواء لرجال الطايره او السيدات، اتعودنا من لعيبه الزمالك على الاصرار والعزيمه من اجل اسعاد جماهير الزمالك، واثقين فيهم كلهم وبالتوفيق ان شاء الله. وكل التوفيق ليك وكل فريق العمل وكل التوفيق لنادينا العظيم، شكرك جدا يا احمد على كلامك. صباح الخير يا احمد وعلى جماهير نادي الزمالك. ده علي موسى بيقول لنا مباراتين مهمين جدا النهارده سواء لرجال الطايره او السيدات، اتعودنا من لعيبه الزمالك على الاصرار من اجل اسعاد جماهير الزمالك، واثقين فيهم كلهم وبالتوفيق ان شاء الله. بشكرك جدا يا علي، وبشكر كل الناس اللي بتتابعنا وبتشاركنا بارائها. على عندنا مين تاني؟ عندنا احمد المغاوري. احمد المغاوري بيصبح علينا وبيقول صباح الخير عليك يا ابو حميد، نهارك ابيض بخطين حمر، كلنا ثقه في رجال وسيدات الكره الطايره لاكمال سلسله الانتصارات وانهم يحققوا البطولتين ويفرحوا جمهور نادي الزمالك الكبير، وبالتوفيق ان شاء الله بالفوز. زملكاوي طنطاوي وافتخر. بشكرك جدا يا احمد، وبشكر كل الناس اللي بتتابعنا على هاشتاج نهارك ابيض.